مرحبا، رمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم وعلى أحبابكم بالصحة والسلامة يا رب. راح نسوي اليوم حلات التمر أو حلاوة التمر، جدا طيبة ودائما نعتمدها برمضان، ويحب الصايم يعني يفطر بيها إنه هي تكون جاهزة بدل عن أنواع التمر الباقية. مكوناتها تقريبا جدا بسيطة، نحتاج إلى كمية من السمسم وكمية من الطحينية أو الراشي، أي نوع بسكت موجود عندكم مو شرط نوع محدد، قليل من الدبس وقليل من الزبدة، يفضل زبدة الأورباك لأنه الطعم مالتها جدا طيب، وأيضا قليل من الهيل المطحون وتمر راح ننزع النوى منه. خليكم ويانا شوف الطريقة. أول شغلة راح نسويها راح نسهي السمسم. كمية زينة فد مرة نحتفظ بيها عندنا. الخطوة الثانية بعد ما كملنا السمسم راح نضيف الزبد، خليه ينتظر يذوب. راح نضيف التمر اللي نزعنا النوى منه، نضيف الهيل، البسكت اللي طحناه، راح نضل نعجن بيه لحد ما تتكون عندنا عجينة متماسكة. راح نضيف الدبس، نبقيه شوية ونرفعه عن النار ونعجنه بإذنه.